waxaa tiraahdaa afar kelimadood ku celceli kadibna sugo sida xaalkaaga isku bedelo ay kuugu rumowdo dhammaan riyooyinkaaga rajooyinkaaga fadliga ilaahay subxaanahu watacaala bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai waalmursaliin sayidina waxabiibana muxamadin sala allahu calayhi wasalam wacalaa aalihi aطayibiina aلطaahiriin أما بعد أيها السادة والسيدات أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير وعافية وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ويجزيكم بخير حسناته إن شاء الله آمين الله سبحانه وتعالى ينبرينا ولاك ولاش مسلمة أه إنوشر قريسة مقالك لايك سارتا هو سيقود بسا إنو إيب سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عز وجل موليه نوين ومرادك إذا سهلو مراد كاغا لا كوسالو ولال ولا شيء ذي مراد كاغا يدنت هذا لا كوسالو وح أجعشان الله كوسيو وح والبعض جعشان نوع والبؤ يهي وح نيد هذا كجرة أطبع أنت هاي إلى هاي كور ما يو إن شاء الله آمين مركع كتاب كوسالنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سود واد والاليال بسم الله وجملة أفر كلمات وكلية ككوبان هدي إلهي بان سبحانه وتعالى نمغليات كوع العليسو أفر مر يكبضنات كوع العليسو وحكرت قانتها إن وحوال با يريوال با نلوش هذا كمذا أي كور موبي دون طيذك إلهي سبحانه وتعالى هدي اجرتون مشكلات اي عقبات سيدي بورتي وكلا كوهر تاغن ونلوش هذا عقبات كواه الله سبحانه وتعالى مشكلة دا ايو ديباتدا الله وكافي دا يا اذن كلاي سبحانه وتعالى هدي اجرتون ريو اي رجاء الله داهي بعد مركاسي دور بيدي سيدين اي كور موضو ريو دا اي رجاء دا حا الهي سبحانه وتعالى ووكي هاي موياني او ديحي دونا لكن وحي كلمات كان إن شاء الله تعالى كوسور تجلين دونان إن رياضة إرشاد هذا أي كور موضوع إذن كلاه سبحانه وتعالى كلمات كان أنكاه الله إنه وكنز إيكيد كم إذا السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنكن رحلني هو أن مركزي إذن له ذاقين وحالو استعماله إن مرقادة إيا دباطة إيا بكا غفيد سبحانه وتعالى وحالو أذيك سدا إن مركزي إلهي كوغو غرغارو قفك ظالم كاه هذه كود ظلمنا إنو إلهي كاغا غرغارو أدقول كايشيد وحالو استعمالا حاجة ذادي يدنت هذا إنو الله كوغو سبحانه وتعالى لباتك استوى واجهيسيد يمشكلة والبا عقبات كوغوها إنه كوفو ذاتو أو الله سبحانه وتعالى كو سخيرو أي كو مركاسي كو قبان إيسا إذنك الله هدبا كلمة دان أفرتك كوبان محيطاي وكلمة عجيبة أو أمذكران إنو وحسبي الله ونعم الوكيل سبحان الله يعني كلمات كان إيقاب كان وشيق دونه وشرح دونه يعني معجزة وين أي كجرته كرامات وين أي كجرته اسبدل وين أي كو سمينيسا دادك قاركود ويفهم سيهين كرامات كأي معجزات كأي لا ذهي دادك قاركود نم فهم سنة وقاركود حالقية ما إنه يؤذيك سدان وكليا وأي دهان يعني قفك ظالم كأح كودي باتين آية إنه إسجع عليان وألك كما جنجلان لكن كلمة دا يجملة دا إنت وكما عنا وين تهي يعني شامل ويان يعني إنت كون بكو قبان إيسا هدبا حسبي الله ونعم الوكيل بحيكر ديغان تهي وحيكر ديغان تهي حسبي الله ونعم الوكيل إنه ألك كافتو ميسيد وقد الله سبحانه وتعالى التلاذة سارن إيسيد وحوال باو الدنيا دا إيسارن آت مركاسي إلهي وكيلتي إنه إسجع كوفو ليو عدو كاقبتو الظالم كاقبته حاجة كوف ليه يعني إلهي بطل صارته جملة صدق أكتهين وجملة عجيب كهيد ويان النبي الله إبراهيم عليه السلام مركي دبك لغو طوري والله سبحانه وتعالى دبك كقبت باذي نارتي كقبت باذي ويان الله سبحانه وتعالى دبك كقبت باذي يا مركي لو إماضي وجبريل لو إماضي نادهن مكابت باذينا وكودها يمي هو بعني والله تل صارتي والله سبحانه وتعالى والتلاذ ودي بتاي وكويري إلهي أيها جوغا خليل كيغا أيها جوغا ونيري حسبي الله ونعم الوكيل أو الله سبحانه وتعالى دبكي كويري كوني بردا وسلام على إبراهيم نبي إبراهيم عليه السلام وقت وقفي عن وحيه مركي نارت لغو التوري لماذا؟ لأنها كانت وقتها بردا وسلاما على إبراهيم يعني قبو إيو نبي تقليو ويعني قبو حتى والورد انت لكن الله سبحانه وتعالى نارتو حوشاقي مد أو كوة ناكسن إنو نبي إبراهيم عليه السلام وكل حنو لانكرو انت أي دبكا شدين عجيب كلمة دان مركة وكلمة معجزة ويان يعني نبي محمد عليه السلام مركي دقال الله لقاليو
dagaalkii Uxud oo kale markii saxaabadu ay ka noqdeen oo gaalad liidii way soo daba socotaa waxay ku dhahayn yaani xasbunallah wa ni'mal wakiil. Nabi Maxamed (alayhi salaatu wa salaam) yaani wuxuu kula dardaarmayay saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin in ay joogteeyaan oo ay wadaan oo ay badiyaan. Adigana afkaaga mar walba afkaaga ha ka noqoto mid yaani ku taagan oo dikrigaaga ka mid ah, yaani noloshaada ka dhig mid aad markaasi wax walbaad u adeegsatid Allah subxaanahu wa tacaala uu kuu sakhiraaya. Kelimaddan ma jiro qof daalim oo markaasi la dulmiyey ee kelimaddan dhaha ilaa waxa uu helaya nasri iyo gargaar Allah subxaanahu wa tacaala. Waxay leedahay tajaarub iyo tijaabooyin inta idinka aad filanaysaan in ka badan ayay leedahay, yacni waxay leedahay mucjizaad iyo karaamaad iyo markaasi khayr aad u weyn oo markaasi inta aan filanayno in ka weyn ayay leedahay. Haddaba walaalka muslimka ahow, marka aad ku celcelinaysid kelimaddan waxay ka dhigan tahay inaad qirsan tahay, inaad daciif tahay, Allah subxaanahu wa tacaala casiisu yahay. Qisaska dadka markaasi kelimaddan adeegsanaya ku dhaca ee Allah daalimka iyo qofka dulminaya uga gargaara aad bay u badan yihiin. Min qisas waxaa ka mid a yacni gabar markaasi shirkad ka shaqaynaysay, gabar saaxiibteeda ahna ay dhagar u dhigaysay, dhagartuna ay ahayd in shirkadda laga buriyo darteeda. Markii arrinteeda dhagartii loo dhigay oo maxkamaddii loo gudbiyey oo baaritaanka lagu sameeyey, ay isku dayday marka inay maxkamaddii ka dhaadhiciso inaysan dembi lahayn, ayaa maxkamaddii yacni iyo shirkaddiiba lagu qanci waayey, waxaana u soo baxaysay in markaasi shirkadda laga ceyriyo. Laakiin mucjiso ayaa dhacday oo ah in ay markaa dembigii iyada aysan gelin ay markaasi caddayso, ilaahay u fududeeyo, sidoo kalena ay caddayso in saaxiibta iyo qoftaas ay tahay qofka dhagarta soo maleegay oo ay markaasi dembiga inaysan iyada galin. Yacni waana min cajaa'ibta ay ka mid tahay kelimadan iyo dikrigan qofka markaasi joogteeya ee markaasi badiya in Allah subxaanahu wa tacaala nasri iyo gargaar uu siinayo, sidoo kale umuurtaada kuu sakhiraayo, kuu gargaarayo. Haddaba dikrigan iyo adakaartan aan idiin sheegi doono insha Allah, ama dikrigan haddii aad dariiqadan iyo qaabkan aad u samaysid, ilaahay subxaanahu wa tacaala gargaar weyn iyo nasri weyn ayuu kuu sameynayaa oo markaasi wax badan noloshaada aad markaa kaga moodid, daalimka lagaaga qabto, umuurta noloshaadana ay casiis ku noqoto, kariim ku noqoto. Xadiis laga wariyay Aba Hurayra radiyallahu can ayaa ahaa Rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabada iyo mu'miniinta kala dardaarmay oo yidhi, haddii aad ku dhacdaan arin markaasi weyn oo dhibaato ah, waxaad tidhaahdaan xasbi allahu wa nicmal wakiil kuwal celiya. Haddaba faa'iidooyinka ay dikrigan uu leeyahay waxaa kow ka ah in markaasi Allah subxaanahu wa tacaala uu kaaga aargudo qofka daalimka ah ee adiga ku dhibaateeyey. Haddii kelimaddan aad joogtay sidaad badisid, Allah subxaanahu wa tacaala mushkilad kasta waa kaa badbaadinayaa, dhibaato kasta iyo culays walba waa kaa badbaadinayaa, faraj iyo khayr ayuu kuu furayaa. Sidoo kale thamaraadka iyo faa'iidooyinka waxaa ka mid a in Allah ku siinayo subxaanahu wa tacaala awood weyn, awood ruuxi oo weyn inuu Allah ku siinayo, taasoo ku tiirsan Allah subxaanahu wa tacaala, ku tiirsan awood Allah ku tiirsan ayaad helaysaa. Haddaba dikrigan yacni ma lahan waqti iyo yacni aad akhrinaysid ama maalin u go'an, saacad walba iyo sekan walba iyo maalin walba ayaad akhrinaysaa. Laakiin faa'iidadan iyo muuqaalkan arrinta mucjisadan kusoo gudbinayno waxaad wadaysaa insha allahu tacaala saddex maalmood oo joogto ah ayaad wadaysaa. Haddaba maxaa samaynaysaa, yacni goormaad akhrinaysaa? Saddex maalmood, laba maalmood, hal maalin, iyo markii aad xaajada leedahay oo qofku dulmiyo, yacni ay waqt mataa tashaa. Laakiin faa'iidadan insha allahu tacaala saddex maalmood ayaad wadaysaa. Saddexda maalmood aad wadaysid insha allah waxaad soo qaadanaysaa sajaayadaada, waad soo weysa qaadanaysaa adoo daahira ayaad imaanaysaa. Haddaba tilaabada koowaad waxay tahay waxaad akhrinaysaa xasbi allah wa nicmal wakiil 450 jeer ayaad akhrinaysaa, 450 ayaad akhrinaysaa xasbi allahu wa nicmal wakiil. Sidoo kale tilaabada labaad, suuraddan ayaad saddex jeer akhrinaysaa. Qofka addoonka ee suuraddan akhriyo waxay ka dhigan tahay in allah ku jeclaanayo subxaanahu wa tacaala. Xasba intaad akhrinaysid waxay ka dhigan tahay inaad aad uu allah subxaanahu wa tacaala kuu sii jeclaanayo, aadna ugu sii dhowaanaysid xaqiiqatan. Marka suuraddanna saddex jeer ayaad akhrinaysaa idinka allah subxaanahu wa tacaala.
سورادا نوحي أوديغانتا ثلث القرآن سدح ميلاد ميل القرآن كمي ذا أي أوديغانتا وأنا سورد ورسولك عليه الصلاة والسلام أمانتا إذا إيو مركاسي آن مركاسي لكوبي كرين سو كتل المامي كدبنا واحد آخرنا إيسا مقعا أو آه مقع الله سبحانه وتعالى من أسماء الله مقع آسي أو آه الصمد أياد آخرنا إيسا بقول صدن إي أفر جير أياد آخرنا إيسا كدبنا واحد آخرنا إيسا دعادا أياد تضبط جير أو دمسترن أياد آخرنا إيسا دعادا أياد تضبط جير أو دمسترن آخرنا إيسا أو آه دعادا مركاسي حسبي الله ونعم الوكيل دعاء محيطة هاي حسبي الله ونعم الوكيل اللهم لا حول ولا قوة إلا بك النجاة لك وفوت أمري إليك حسبي الله ونعم الوكيل اللهم لا حول ولا قوة لي إلا بك التجأت لك وفوت أمري إليك حسبي الله ونعم الوكيل اللهم لا حول ولا قوة لي إلا بك التجأت لك وفوت أمري إليك هذه أدوات مركة ذكري أنا أتكوى العليس مالين أما لو مالين هي مركة سإنت أعوذي كرتيد أما حالة مركة كويسته مرقودة كويسته وعلى أركي دونتا إن شاء الله تعالى عجائب قدرة الله معجزوين يا أركي دونتا سوذو إله سبحانه وتعالى أمورت هذا أصخره الله سبحانه وتعالى وحكسين دون أبود إيو مركاسي وحيابا هذا فلانين الله سبحانه وتعالى أمورت هذا حاجة ذكوكوذ دونا حديا الدن أما حاجة الله ذا هاي إذنك الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا الكيغة ولا شيء مسلمة ففهين تقيبت أو ديسكريبشن كأما قيبت أو عوانك كوسيس أي كجرت هل كاسيات كلب بحدون تا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.